السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم جميعا ان شاء الله، وانتوا في احسن صحة يا رب وفي احسن حال. النهاردة نعمل مع بعض اكلة جديدة، مش عارفة الاكلة دي موجودة على اليوتيوب ولا لا، بس انا حبيت اوريها لكم. اكلة بسيطة وسهلة جدا وتنفع برضو في عزومات. عبارة عن ايه يا جماعة الاكلة دي؟ شايفين هي جميلة جدا وطعمها بجد بسيطة ومفيش اي حاجة. هنا معايا بطاطس مكعبات وفلفل طبعا الوان الاصفر والاحمر والاخضر ومشروم وتوم. هنا الفلفل الاحمر والطماطم والتوم والبصل والفلفل. تمام، هنا معايا قطع صدور الدجاج مقطعهم كده مكعبات صغير ومتبليهم طبعا بالجنزبيل وملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ. تمام، معلقه من الكاري طبيعي، معلقه الكاري دي، وهتبل بيهم الصدور كده زي ما انتم شايفينها. ونزلت بيهم في الطاجن وحطيت عليهم قطع الزيتون. هنزل بقى كل الخضر اللي معايا ده، البطاطس والفلفل الالوان والثوم والبصل والطماطم زي ما انتم شايفين كده كله مع بعضه. اكله مغذيه جدا مفيده وفيها كل حاجة مفيدة ان شاء الله تعجبكم. هبدأ اخلط كل الحاجات دي، بس قبل ما اخلطهم احط عليهم البهارات. حط معاهم هنا زعتر، بهارات دجاج، ومعلقة من الجنزبيل والملح وفلفل اسمر. تمام كده هخلط كل المكونات دي. شايفين كده كده تمام قوي. هبدأ كده ادخلها الفرن، بتقعد حوالي 20 أو 30 دقيقة، او قبل ما تخلص يعني قبل 30 دقيقة كده بطلعها من الفرن. شوف هنا انا هحط لها زيت، تمام، وهحط لها بتاع ربع كوباية من المية. هنا بعد ما طلعت بعد 20 دقيقة من الفرن ببدأ احط عليها جبنة موتزاريلا من فوق كده، وادخلها تاني الفرن بتاع حوالي 5 أو 10 دقايق، وتطلع بالشكل ده. بجد طعمها جميله جدا وبسيطه ومفيهاش اي حاجه، وزي ما قلت لكم بتنفع في العزومات. طبعا كان معاها البطاطس بالسجق والسلطه، وكان فطار النهارده دوت. يا رب يكون عجبكم، وبشكركم جدا احلى متابعين، ورمضان كريم على الجميع ان شاء الله. واستنوني ان شاء الله قريب في فيديو جديد. ومتنسوش تحطوا لي اللايك والاشتراك في القناة للناس اللي مش موجودة عندي، وبشكر الناس اللي عندي، بشكركم، حطوا لي لايك، واشوفكم في فيديو تاني جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.